المدراء العامين اللي عشعشوا واللي قعدوا سنين طويله بمنصبهم بدوا ما يقدمون اي شيء، وهذا المنصب صار كانما احتكار عائلي، كانما ورث. والحقيقه اكو قانون يقول كل 4 سنوات لابد ان يبدل المدير عام، يجي مدير عام جديد، بس ما اعرف هذه مناصب قاعد يشتروها بفلوسهم، بعلاقاتهم، بموضوع وضعهم السياسي، ظرف التيار اللي هم بيه، او مثلا تشوف بيه حزب اللي يساندهم. هذه المناصب اللي مرت عليها عده سنوات لابد ان تداور بطاقات جديده، بطاقات شبابيه جديده. بالتالي اليوم هذه ليست اقصاء لشخص وليست عداء لشخص، وانما جاء ضمن دراسة وضمن المتابعة من مجلس الوزراء أن هؤلاء لم يأتوا بدورهم الحقيقي، لم يقوموا بدورهم الحقيقي في هذه المؤسسات، وبالتالي تدويرهم وجلب طاقات جديدة لهذه المناصب. الخطوات اللي تأخذها السيد رئيس الوزراء هي لتنفيذ البرنامج الحكومي وإنشيد بهذه القرارات خدمة للناس، وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وتقديم الحلول للناس اللي تعاني منها من ماء وكهرباء وعطالة وطالة داخل البلد. أهلا بكم. إعفاء وتدوير على ذمة التقييم، مؤسسات حكومية تعيش وقع التلكؤ وواقع يشوبه الفساد، شهور من اللاخدمة والمواطن يدور على شبابيك الدوائر، تغييرات وفق المعايير، هذا هو المعلن، لكن أساس التغيير غير معلوم. من هو الكفو ومن هو المقصر؟ كيف يكون الاثنان على مسطرتين مختلفتين؟ أسئلة لا يعلم جوابها حتى من صوت على قرارات مجلس الوزراء، حالها حال أسعار الدولار في السوق الموازي، مؤشر يتأرجح بفعل القرارات والإضرابات ولا استقرار يذكر. فهل ستبقى جدليات العملة الخضراء تربك الأسواق وتهلك التجار، أم أن مصلحة المستفيد تقتضي ضرب الجهتين معا وإحداها البنك المركزي العراقي؟ أهلا بكم. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن إعفاء وتدوير المدراء العامين في مؤسسات الدولة، ونناقش بهذا الملف الناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين، مرحبا بحضرتك. والمتخصص بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدكتور حسين العقابي، مرحبا بجنابك. ضيفك وبجمهورك الكريم، أهلا بحضرتك. إذا تسمح لنا نبدأ مع أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، مدراء عامين وقبلها العشرات، ما هي معايير الحكومة في إعفاء وتدوير هذه المناصب؟ البعض يسأل ليش فقط المدراء العامين فهم داخل هذه الدوامة، يعني هل الفساد يكمن داخل فقط هذه المناصب؟ لماذا لا يصل الأمر إلى الوزراء والمناصب العليا والهيئات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للسيد الكريم ولجناب الدكتور وللجمهور الكريم. احنا ابتداء نحتاج إلى معرفة المعايير يعني الملتزمة بها الحكومة، وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات الدولية في المادة 7 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فقرة القطاع العام. هنالك مجموعة من التدابير الوقائية الواجب اتخاذها. البرنامج الحكومي انتبه لهذا الموضوع، بالإضافة إلى متابعة فريق الخبراء في الاستعراض والمراجعة في هيئة النزاهة لتلبية متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هنالك مجموعة من المعايير، ابتداء من التوظيف، يعني الترشيح للتوظيف بالوظيفة العامة، مرورا بالتدريب والتأهيل. طبعا عندما نقول تدريب يعني بمعنى تمكن هذا الموظف بأن يؤدي الوظيفة مالته بحيث يعرف الوصف الوظيفي والمهام القانونية لهذه الوظيفة. نعم، قد يكون هو كفو متمكن، ولكن من يكون مدير عام في مؤسسة معينة يجب أن يدرب بهذا الباب. الجانب الآخر هي المراجعة والتقييم.
عند المراجعة والتقييم نحتاج إلى أما إعادة تأهيل أو نقول له بعد تم فيديوك تأهيل تروح لغير مكان أو يعفى من منصبه بهذا الباب، وكل له مقامه واحترامه، ولكن هي العملية وظيفة عامة وكيفية تقديم خدمات ذات جودة وفق الوصف الوظيفي للمؤسسة. ولذلك المجموعة اللي تم تعيينهم قبل ما يصير إعفاء، قبل كان صار إعفاء لمجموعة من المدراء العامين ومناقلة مع الوظائف، هنالك مجموعة من المدراء العامين الجدد تم إعادة تأهيلهم بتدريبهم في المركز الوطني للاستشارات الإدارية، يعني ودربوهم وأهلوهم وحتى امتحنوهم يعني معلوماتي دقيقة وفق المفاهيم والمبادئ الإدارية وحسب حاجة الدولة، يعني المواضيع اللي خالتها كانت في وزارة التخطيط يعني، ويلبي متطلبات البرنامج الحكومي. الآن العملية هذه العملية مستمرة، وهذا أتمنى يعني على فريق الخبراء للاستعراض والمراجعة في هيئة النزاهة أن يضعوه ضمن التقرير الدولي، بحيث هنالك إعادة تأهيل لهيكلية الدولة، وهذا قرار حكومي بإعادة هيكلة المؤسسات. هذه أيضا تلبية المتطلبات، هذه العملية الإعفاء والتعيين الجديد ما شابه تأتي ضمن هذه المعايير. أخذني للجانب الآخر بالسؤال. الجانب الثاني احنا عندنا مدير عام، احنا طبعا اخطر شيء بالوظيفة العامة يعني بهيكلية الدولة هي درجة مدير عام. درجة المدير العام لها امكانات واسعة، لان وفق مبادئ الجودة الشاملة هنالك قيادة استراتيجية وهنالك قيادة ميدانية. القيادة الاستراتيجية لنعتبرها هي المجالس العليا ومجلس الوزراء، يضعون السياسات العامة والاستراتيجيات المرحلية حسب البرنامج الحكومي. القيادة الميدانية، وهذه راد لها كفاءة عالية وما شابه. القيادة الميدانية الحقيقة تحتاج إلى خبرة، ولذلك المتطلبات هي خبرة، نزاهة، كفاءة، شفافية، رؤية، قدرة. هذه المبادئ وضعتها وزارة التخطيط أو مكتب رئيس الجهة اللي تقيم وتشوف تراجع هذه الوظيفة بهذه المؤسسة، هل لبت المتطلبات وفق البرنامج الحكومي بعد سنة ونص أم لا، وهكذا إيش قد صار له بالوظيفة، إيش قد كذا، إيش قد عمره، شنو كفاته، شنو شهادته. أنا أسأل، هذا التدوير والإعفاء ليش يشمل فقط المدراء العامين، ما وصل إلى رئيس هيئة وإلى وزير؟ أحسن. وأيضا في بداية عمر الحكومة كان حديث عن إعفاء 7 وزراء أو 6 وزراء أخفقوا في أدائهم. درجة الوزير، حتى نكون واضحين، درجة الوزير هي وظيفة سياسية، درجة المدير العام، وظيفة المدير العام هي وظيفة مهنية. يعني يفترض حتى الجهة اللي ترشح هذا المدير العام يفترض أن يخلون سمعتهم على المحك، بحيث يرشحون أناس ذو خبرة وكفاءة ونزاهة وقدرة ورؤية للوظيفة العامة، لأنه إذا هذا المسؤول نجح فراح تعود السمعة لهم بأنه إحنا نجحنا في هذا الأمر. هذا الشيء. ولكن احنا عندنا مشكله في تضارب المصالح. المفتاح ماله المدير العام بعدين الوزير، لان توقيع الوزير ما يمشي اذا مو موافقه المدير العام، ابو القانونيه، ابو العقود والمشتريات، ابو الماليه وما شابه. ولذلك اذا المدير العام التزم الوزير سيحكم بالالتزام، ماكو غير يعفي يجيب واحد من جماعته يجي خلنا نحكي بالعدله. انا موظف حكومي ومن 95 انا وبأخطر مؤسسة يعني هي النفط اللي لها علاقة بالمال والإنتاج وما شابه. هذا نتحدث عنه. إذن الوزير يستطيع أن يتحكم بأغلب مدراء العامين الموجودين تحت أمره. الآن عندما يصدر أمر ديواني، الأمر الديواني بمعنى قرار مجلس الوزراء، يقر مجلس الوزراء الأمان العام صدر الأمر الديواني ويوقع رئيس الوزراء بش اسمه. أما أن يبدل بالوكالة ما شابه، أعتقد كل المدراء العام المسؤولين اللي هم بالوكالة هم محل تغيير. يعني يفترض أكو شو اسمه جي بس جي. لكن كقرار السلطة التنفيذية من يصدر أمر ديواني، هذا الموظف سيخضع
للتقييم للمراجعة والتقييم والتقويم والرصد في الأداء، حتى أما أن يستمر في الوظيفة أما أن يرقى إلى وظيفة أعلى أو نقول تأخر مع الدكتور. إذا تسمح لي دكتور أجدد الترحيب بحضرتك، أرد أبدأ معك بسؤال، أنه شقد نسبة المدراء العامين اللي وصلوا إلى هذا المنصب باستحقاق بتدرج وظيفي بالعراق بدون دفعة من حزب وأسناد من فلان جهة؟ طبعا بداية أحب بيك وبضيفك وبجمهورك العزيز، ونقدم العزاء بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وما له من آثار نفسية وواقعية واجتماعية على المجتمع، لأنها ثورة إصلاح وثورة تغيير وتجديد للمبادئ الإنسانية الأصيلة. طبعا عملية تدوير المناصب ودرجة المدير العام، طبعا أنا يعني أخالف الأستاذ في رأيي فيما يخص الوزير، الوزير مو منصب سياسي، الوزير منصب تنفيذي. احنا بدنا تصير عندنا انه الكتله اللي عندها عدد اصوات اكثر واللي عندها اصوات اكثر حصلت على عدد المقاعد من الوزراء، فبالتالي رشحت وزراء. المشكله وين عندنا؟ المشكله كل دول العالم تمشي باستراتيجيات خاصه في يسموها استراتيجيات اداره المعرفه، وهي بيها نماذج عديده تطبق لكل مؤسسه حسب وضعها او حسب بيئتها الداخليه، تطبق لها فد نموذج يواكب هاي يعني يواكب هاي المؤسسة أو هاي الوزارة. ليش؟ لأن إحنا يعتمد عليه من على العمر المهني. كل إنسان أنت اليوم من يبدي موظف بسيط بدرجة وظيفية بسيطة ويتدرج بالعمل على مدة 20 سنة، نعم. هاي 20 سنة شقد راح الدولة تطي من دورات داخلية ودورات خارجية ومعالجة مشاكل وعمل يومي مهني باستمرار، هذا كله بالمحصلة راح يولد عنده فد نوع من الخبرة، نوع من المهارة، نوع من فهم البيئة اللي هو دا يتعامل بيها. احنا اليوم اغلب مشاكل مؤسساتنا للأسف انه يجيبوا لك مدير عام من خارج السرب، من خارج المؤسسة، فبالتالي صعب يختار فريقه، راح يعتمد على اسلوب الوشاية، نعم. والناس اللي تتقرب له في سبيل انه تحصل على مكاسب للأسف. فهنا هاي الفلسفة خاطئة للأسف، ودا ندفع ثمنها على مدار 20 سنة. ليش؟ لأن احنا ما قاعد نعتمد او ما قاعد تختار، حتى الأحزاب ماكو مشكلة، كل دول العالم بها أحزاب وتنافس، لكن هاي الاختيار ما يتم من خارج المؤسسة، المفروض يتم من داخل المؤسسة. ليش؟ لأن على 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 وحتى وإن كان من داخل المؤسسة، اليوم ما معقول أنا أجيب لي مثلا موظف خدمته 3-4 سنوات أخليه مدير عام طبعا على أساس؟ طبعا احنا هنا اكو لها مقاييس ومعايير خاصة في قياس في اختيار المدير العام. مثل ما تفضل الأستاذ، درجة المدير العام درجة خطوة، لكن وين الخطوة مالتها؟ لأنها من يوافق عليها البرلمان ويصوت علي ويوقع عليها مجلس الوزراء، كأنما يحصل حصانة. عملية التدوير، وإذا تدورته هو هنا أنت كلفته في مهمة وهذا مستوى نجاح بالمهمة أخفق في إنجاز المهمة، يعني ماكو داعي أجي أدوره. للأسف بعض الوزارات تشوفه عملية التغيير ماكو تغيير، أنه مدير العام بدل ما يكون بهاي الدائرة المعينة جابه وحطه بدائرة أخرى، وتشوف عمره المهني 20-15 سنة هو مدير عام على مستوى القياس وعلى مستوى الجودة وعلى مستوى الكفاءة. إيش قدم؟ وين التقديم بأرض الواقع؟ احنا لحد الان بدنا نعالج معالجات انيه وليس معالجات استراتيجيه. انا اليوم من اجي اختار فريقي كرئيس وزراء وكوزير، انا مكلف باختيار فريقي، انا المسؤول على الوزاره، نعم. في غض النظر عن الجهه السياسيه او الجهه الدافعه، انا اليوم عندي برنامج وهذا البرنامج يحتاج لي الى ادوات، جزء من الادوات هي الموارد البشريه. سبب نجاح اي مؤسسه او اي عمل هو اختيارك للفريق الناجح، حتى بالتالي راح يعطي عطاء وعمل ناجح. ماكو داعي احنا يعني قضايا تفعيل المراقبه وتفعيل الدور، خصوصا احنا كانت عندنا بالمثل مؤسسات المفتشي العام واللغه المفتشي العام، فهنا يحتاج لنا انه رقابه تنبع من الاداره العليا، من مصب الاداره العليا اللي تتمثل بالوزير ومجلس الاداره وما شابه ذلك. جيد، تعتقد انه معايير الحكومه بتقييم اداء المدراء العامين والمسؤولين صحيحه؟ على اي المعايير اعتمدت؟ حاليا بصراحة يعني عملية تغيير المدراء العامين بطيئة جدا، بطيئة جدا، لأن ماكو حالة متابعة جدية حقيقية بالتغيير. يعني أنا اليوم أكلف المدير العام وأكلفه وفق برنامج اللي يقدم لي إياه، إنه أنا اليوم من اللي أختار شخص مدير عام أقول له أعطيني خطتك الاستراتيجية لهاي المؤسسة أو هاي الدائرة،
قدم لي هاي الخطة وبش قد راح تنفذها وبأي أدوات راح تنفذها وما هي الإمكانيات اللي أنت متاحة عندك حتى تقدر تنفذها. وأجي أفحص الشغل ماله وأقيس مستوى الأداء ومستوى إنتاجه بعد فترة من الزمن 3 أشهر 6 أشهر وهكذا حتى أوصل إلى نتيجة إنه هذا الشخص قدر يحقق المعايير وقدر يحقق أهداف المؤسسة وفق ما هو كان مقدمه كبرنامج استراتيجي في تطوير هاي المؤسسة أم لا. جيد دكتور، ليش من نشوف هذه التغييرات تصل إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمعروف الوحدة بأمرها والمؤسسة برئيسها؟ صرح رجل رئيس وزراء إلى تصريح قديم سابق قال أنا ما يعني لا يضغط علي حزب أو أي جهة أخرى، أنا عندي معايير وعندي قياسات وضوابط في أقيس مستوى الأداء ومستوى التنفيذ. فرجال صرح وتحدث عن تغيير من 6 إلى 7 وزارات. زين نعم، شنو برأيك اللي أخر أو ألغى هذا الموضوع أصلاً؟ والله أنا ما أقدر أجاوب عن رئيس الوزراء، بس الرؤية العامة أو الظاهرة أكيد هو ضغط بعض الأحزاب من هنا وهناك في سبيل أنه البقاء أو الحفاظ على مكاسبها، للأسف اللي تخالف البرنامج الحكومي وتخالف متطلبات الشعب. احنا بالمشكلة عندنا بالدولة العراقية عندنا مفهوم خاطئ انه هاي الدرجات الخاصة وكأنما هي امتياز وهبة من السماء، في حين هي هاي الدرجات الخاصة هي تكون درجات خدمية للمجتمع. انت اليوم مختار من قبل هذا الشعب، وهذا الشعب مثل ما أدلى بصوته ورشحك لهذا المكان وتتبوأ هذا المكان، المفروض أنت على قدر عالي من المسؤولية أنه تحقق هاي الخدمات لهذا الشعب. يعني إحنا ما نريد أنه توصل أزمة يلا يطلع المسؤول بالشارع ويفتوي المواطنين. هو ليش ما يتابع؟ ليش ما من البداية هو يظهر ويتابع وينزل للميدان؟ إحنا مو أستاذ سعيد، دكتور حسين يخالفك بالرأي أنه الوزير مو منصب سياسي، منصب تنفيذي. بالتالي اكو راي اخر يقول انه الوزير اداه تنفيذيه للاحزاب، يبلون عليه يوقع مثل ما حصل يوقع على ورقه بيضاء ويجي ما اشرت له ينفذ رغباتهم واللي بالحرف الواحد. وهذا ما اشرت عليه بانه منصب سياسي، ولذلك لا تغيير لاي وزير للوزراء الذين اخفقوا حسب التقارير الحكوميه. يعني هناك 6 وزراء من كلامك الان تحدث، ليش ما يتغيرون؟ هناك موقف سياسي، إذن هو موظف سياسي. هذا جانب. الجانب الآخر سيدي، يعني أكو بمعايير الجودة الشاملة Total Quality Management أكو إدارة للزمن وإدارة الجودة، إدارة المال وإدارة الموارد البشرية. الآن نحن نتحدث في إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءته من أجل أن ينطي جودة في الخدمات و الاستخدام الأمثل للأموال، بالإضافة إلى قصر الزمن. الآن نتحدث بعد 20 سنة، يعني من 2006 لحد الآن نحكي على أي قطاع من القطاعات؟ يعني نحكي على قطاع التربية، هل يعني نفذت يعني وفق المعايير برنامجها السنوي، برنامجها الحكومي؟ ولذاك يشوف هناك خلل في أعداد المدارس، يفترض أن تقاس بمعدل مخرجات النمو السكاني وتوزيعها الجغرافي مثلا، في السياسة في البيئة مثلا. السياسة لا خلينا بالتربية، خلينا بالتربية. اليوم منو المسؤول عن هذه الإخفاقات اللي تحصل في فلان وزارة أو فلان مؤسسة؟ مو هذا اللي دا نقول لك، مجلس الوزراء لأول مرة قالوا احنا راح نقيم الوزراء، زين صح له لا؟ الان عندنا 6 وزراء اخفقوا، شنو بدلهم؟ مو وظيفه سياسيه يا اخي، من داخل نفس الحزب اللي متفق وياه بدلهم. هذا الموجود، لان الحزب انا ما اريد احكي بالسياسه، لان الحزب يجيب من يقدم له خدمات افضل للحزب وللشعب، يفترض هي للشعب حتى يستمر. وتتوقع المدير العام ما مسنود من حزب، او الحزب نفسه جايبه مقعده بهذا المكان؟ ولذلك اعتبرنا المدير العام قيادة ميدانية. يفترض احنا وين الخلل عندنا بالإدارات العامة؟ عندما تكون هنالك تغذية راجعة ما بين القيادات الميدانية والقيادة الاستراتيجية. احنا عندنا المدير العام فقط ينفذ، يعني شنو رأيه مع الوزير، شنو رأيه بالتعليمات الحكومية، يفترض يكتب انه هذه تخالف، هذه كذا، هذه تتوافق،
اكو قرار اكثر جوده يفترض اتخاذ. هاي التغذيه الراجعه نتيجه الممارسه، نتيجه التطبيق مع الاسف يعني مقطوعه، وياك امر رئيس الوزراء نعم برعايه السيد المعالي الوزير وكذا مدير عام ينفذ يركب. شنو برنامجك انت؟ الرؤيه مثل ما ذكر جناب الدكتور برنامجك، يعني هسه مثلا مواصفات مدير عام بلديه يعني مثل مواصفات مدير عام الضرائب، يعني مثل مواصفات مدير عام الجمارك، مثل مواصفات مدير عام في وزاره الصحه. كل وحدة لها وصف وظيفي ومهام قانونية. بالإضافة ذلك احنا عندنا بالهيكلية الإدارية هنالك الوظائف الأكثر عرضة للفساد. هذا احكي عن الحقل اللي أنا عليه، ولذلك المدير العام ضمن الوظائف الأكثر عرضة للفساد. بس تقول لي أي مدير عام أخطر يعني العلاقة بالفساد؟ مدير عام الموارد البشرية مثلا في المؤسسة الفلانية، أم مدير العقود والمشتريات الحكومية طبعاً المدير المالي، أو مدير عام في المنافذ، أو مدير نقطة حدودية؟ مو هي هذه الوظائف، هي هذه التغييرات توصل للمدير العقود ومدير المدير المالية لو تروح تبقى هذا بدنا نحكي. ولذلك لو نجرت قضايا هيئة النزاهة في الاستخدام والتحقيقات وصولا للإدانة والحكم البات، نشوف أكثر الناس العرضة للفساد هي الوظائف التي لها علاقة بالأموال وإحالة العقود والكشف وما شافه. هذه العملية بتخادم، ولذلك نرى مع الأسف عندما نحكي فقط نحكي على الفساد، الفساد منظومة، ولكن عندما نقوم نعالج الهيكلية الإدارية للدولة، يعني نشوف مدير عام يقول للوزير يقول هذا القرار غير قانوني، فأما يوخره وأما يلتزم به، فالوزير احترامي يعني نحكي عن درجة وظيفية، الوزير اللي يريد يحافظ على نفسه ويحافظ على وزارته وعلى سمعته يقول خلاص طالما بمخالفة قانونية خليه صراحة. الوزير اللي مع الأسف يعني إن شاء الله أقل وإن شاء الله ما موجودين ما توالم هذا وياه، يوخره ويجي غير مدير عام يخليه بالوكالة وهذا ينطي إجازة إلى أن يروح إلى أن يروح هذا المدير عام للمحكمة الإدارية ويطعن بقرار الوزير وما إلى أن يرجع العقد ماشي. زين دكتور حسين، الفساد منظومة، منو أو بداية شلون تقيم نسبة الفساد بالمؤسسات الحكومية؟ أين يكمن الفساد؟ منو يعني إذا أردنا أن نعالج الفساد من أين يجب أن نبدأ؟ طبعا هو تبدي معالجة الفساد من الطبقة العليا نزولا إلى الطبقة التنفيذية المباشرة، لأن احنا بالسلم الإداري عندنا ثلاث طبقات، تنفيذية مباشرة تكون على تماس مع المواطنين، والوسطى اللي تتمثل بالمدراء العامين، والدرجات الوسطى والدرجات العليا اللي هي الهيئات الاستشارية والعليا. فإحنا هنا يحتاج لنا إعادة لمفاهيم الدرجات الخاصة. الدرجة الخاصة مو قلت لك حصانة مطلقة، يحتاج لها متابعة من الوزير، لأن أكو بعض المؤسسات الوزير ما شايفها، أو بعض المؤسسات الوزير ما شايفها على مجرد اجتماعات. هذه التقسيمات اللي قسمتها الوزير مشمول بهذه التقسيمات؟ طبعا طبعا الوزير مشمول، لأن يعني الوزير هو 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 في خدمة الشعب، هو جزء من منظومة لتنفيذ برنامج حكومي خدمة الشعب. مو هي كل مع كل الدول دائما، من كل الرؤسات الجديدة والوزارات الجديدة والحكومات الجديدة تيجي تختار فريق مبني على أساس الكفاءة والخبرة والعمر المهني والميداني والاطلاع في التخصص اللي تحتاجه الدولة. أنا اليوم ما ممكن أجيب واحد في مجال الطب وهو رجل مو طبيب، مو أو واحد في مجال التعليم هو مو ما عنده بحوث علمية. كل وزارة بها آلاف الموظفين، هل من الممكن إصلاح وزارة وزيرها أو رأس هرمها فاسد؟ طبعا طبعا تنصلح. إحنا مو دولة متخلفة، والشعب العراقي والعقلية العراقية إذا نريد نقيسها على الناحية العلمية فهي من العقليات العلمية اللي لها باع وبعد كبير بالمنطقة وبالعالم، وتشوف أنت أغلب المراكز الحساسة بالعالم ماسكيها عقليات عراقية. تغيير الصين وسبب الثورة الاقتصادية شلون شلون تصلح مؤسسة وزيرها فاسد أو رئيسها فاسد؟ من تغير أنت أخي الشخص الفاسد وأكو مؤشرات فساد تغيره. أنت يراد لنا إحنا اليوم أشخاص ميدانيين، إحنا ما إحنا للأسف اللي عندنا
بالدرجات الخاصة أغلبهم أصلاً دكتور منو اللي غيرها؟ اليوم نتحدث حتى على اللي فشلوا يقول لك عرف سياسي وما نقدر نغير. مسؤولية رئيس الوزراء والبرلمان العراقي، لأن البرلمان هو جزء من اختيارات الشعب، مو الشعب اختار هذا البرلمان وصوت عليه وجلس ومثل الشعب. هو اليوم المفروض يكون المرآة العاكسة لمستوى الأداء وتقديم الخدمات والفساد وغيره على مستوى الوزراء والمدراء العامين. احنا هنا نركز على قضية واحدة، انه دا اقول لك اغلب الدرجات الخاصة للأسف هم موظفين بعيد وليس مدراء. المدير يمتلك صفات القيادة والريادة والإبداع والتمكين وحلول للمشاكل. احنا اذا نريد اليوم نعدد المشاكل يحتاج لنا اشهر ما تقضي، لكن انا اليوم تعطيني المشكلة اريد الحل مقابلها حتى اعرف احنا شلون نتجاوز هاي الأزمة. وعندنا تجارب ناجحة، بس احنا عندنا بعض التجارب الناجحة بالعراق على سبيل المثال على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. بعض المشاريع اللي تبنتها العتبات العباسية والحسينية مشاريع ناجحة. ليش؟ لأن قيادة وحدة رشيدة وأولت المسؤولية لناس متخصصين كفؤين ومتابعة ميدانية ومتابعة يومية والعمل بشفافية، بالتالي النتائج كانت جيدة إيجابية على مستوى الزراعة وعلى مستوى الثروة السمكية وحتى على مستوى القطاع العماني والتطوير. نعم. في المشاريع اللي تبنتها العتبة العباسية والحسينية. جيد أستاذ سعيد، الفاشل فاشل، شنو الفائدة اليوم شخص يفشل بهذا المكان على هذا الكرسي أجيبه هو ومخصصاته وسواقه والمصاريف أشيله منه أخليه هنا وأجيب هذا أخليه بمكانه مجرد تدوير، شنو هاي العملية؟ ماكو غيرهم يعني ماكو غيرهم بهاي الدولة خلت بس هؤلاء؟ والله حقيقة هو الجواب موجود، يعني أما هذا تابع لجهة متنفذة هذا الجانب. الجانب الآخر احنا عندنا خو ما غير خدمك ما غير أسعدنا رصد إذا تابع البلان جاء ما أقدر أنا أعطيك نتيجة رصد. يعني عند ما تشوف نائب ما فاز وكان نائب هو زين وما فاز بالدورة الانتخابية اللاحقة، شوفه صار مستشار بعدين صار رئيس هيئة، هو أساسا يعني هو فشل وعد ما كان بالتنفيذي أيضا فشل، نجح بالانتخابات ووراها فشل بالانتخابات، يعني ما حاز على ثقة الجمهور بشكل كافي. أنا أبدي يعني أدور بهؤلاء، طبعا أنا مفديهم سألت يعني حقيقة قالوا حتى يكملون خدمة ويطلع متقاعد بدرجة وزير حقيقة، يعني في حين وهي على حساب منه؟ على حساب الشعب، على حساب الخزينة العامة، على على أحساب على أساس الزمن، هدر بالزمن. أنت تدري الزمن إيش قد غالي؟ يعني تتخيل إيش قد أنا أشتغل في إدارة الجودة الشاملة، أغلى ما موجود هي الزمن، نأخذها على عمرنا شلون بيش نقضي زمن ونتحاسب؟ حتى شرعا نتحاسب على يقول عمرك وين قضيته حقيقة، يعني مالك وين صرفته، عمرك وين أفنيته. هذا الجانب، الجانب الروحي والجانب العقدي اللي عندنا، ولكن عمليا يجب أن نترجمه بالدولة. الحقيقة يفترض ابتداء يعني يكون تغيير قانوني يصير بأنه النائب أو عضو مجلس المحافظة عند ما تنتهي دورته وما يعاد انتخابه يرجع إلى وظيفته السابقة، يعني شو المشكلة؟ وهذه الخدمة نسوي لها دبل، يعني نضربه في اثنين، أربع سنين مجلس ما تسوي لها ثمان سنين. بعض الآراء تقول هذه مو حلول، هذه ضحك على الدقون، أريد حلول واقعية. شنو الحلول الواقعية اللي اليوم تنعكس نشوف إيجابياتها على شارع العراق؟ الواقع الوحيد، الحل الواقع الوحيد اللي استخدمته الحكومة اللي ينجح في وظيفته أكرمه زين وأسوي أيقونة للموظفين حتى هذه الأيقونة تكون قدوة للموظفين في هذه المؤسسة، واللي يفشل نعيد تأهيله زين حتى هذا حقه، نعيد تأهيله ونجربه إذا ما فاد نعيد تأهيله بمكان ثاني؟ لا لا تأهيل، من أقول إعادة تأهيل يعني أروح أدربه مرة ثانية إذا ما نجح. أنت تدري بالتدريب للمدراء العامين أكو دورة، لا هاي الطريقة شلون استخدمتها الحكومة مع ما سدى أجيك مجموعة مدراء عامين زين دربتهم، طلبوا من كل مدير عام بعد ما مستلم مدير عام، طلبوا من كل مدير عام أن يقدم ورقة
يعني دراسة، وعلى أساس هذه الدراسة يبين فهمه لما موجود بالدورة وللوظيفة العامة. هذا الجانب. الجانب الآخر حقيقة هي مسألة التكريم، يعني وبالتأكيد مقابل التكريم شنو ما نقول العقوبة، نقول يا خلي في وظيفة أخرى. عموما الآن الخطوات بدت. كمدير عام العدد أنا حقيقة أتمنى أن تكون لكل الدولة، ولكن الآن عندنا الخطوة الأولى والخطوة الثانية تسير. نتمنى هذه الحكومة تستكمل ما عليها، والحكومة القادمة تكمل هذه الخطة من أجل الإصلاح الإداري، لأن الإصلاح الإداري هو يتحكم بحياة الناس في الأمن، في الدفاع، في التسلح، في التربية، في التعليم، في الصحة، في الكهرباء. عندنا هسه تقييم مؤسسة الكهرباء. جاوزنا على الوقت هواية، أريد أن أنطي دقيقة للدكتور حسين. هذه الحلول حتى البعض يشوفها حتى مو ترقيعية. شنو الحلول اللي تتناسب مع الوضع الحالي باختصار؟ تبدأ أولا من المجلس التشريعي. احنا لحد الآن التجارب البرلمانية اللي عندنا تنقص إلى دور المعارضة الحقيقية اللي تقيم الأداء، لأن كلهم بالدولة وكلهم مشتركين. هذا واحد. اثنين، تكون عملية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا وتطبيقاتها في بناء جسور تواصل ما بين تشكيل لجان خاصة لمتابعة المدراء العامين والوزير مرتبطة برئيس الوزراء، حتى تبعث برسائل إيجابية إن كانت أو سلبية إن كانت، حتى تتم عليها عمليات المتابعة والرقابة. وكل مدير عام أو درجة خاصة يقدم برنامجه ويتابع أنه قد طبق من برنامجه وما هي المعوقات وما هي الإيجابيات. أما عملية التدوير فهي هي طريقة فاشلة، لأن أنا أنت هنا في شركة ما ممكن أجي وأخليك بغير مكان. أنت أخذت فرصتك وانتهى الموضوع. المتخصص بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي دكتور حسين العقابي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لحضرتك، والناشط في مجال مكافحة الفساد أستاذ سعيد ياسين، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن أسعار الدولار في السوق الموازي وسط إجراءات البنك المركزي وردود أفعال أصحاب الصيرفات. نفتتح هذا الملف وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. الدولار يرتفع مجددا، وأصحاب شركات الصرافة تهدد أضرابها عن المشاركة في نافذة بيع العملة احتجاجا على قرار أصدره البنك المركزي بشأن بيع الدولار إلى المسافرين وحصره بشركة محددة عبر المطارات، الأمر الذي يرجح تراجع قيمة الدينار أمام الدولار. كان اكو قرار من ممثلي شركات الصرافة انه يكون اكو أضراب خلال هذه الأيام، لكن تراجعت الممثلي عن هذا القرار بانتظار التوجيهات اللي قد تصدر يعني مرة أخرى من البنك المركزي بتعديل قراراتها اللي تتعلق بمنح الدولار لشركات صرافة محددة دون غير. هذا الموضوع أكيد اليوم انعكس على عمل الدولار، انعكس أيضا على توزيع بين الصرافات، وأيضا انعكس حتى على استلامه من قبل المواطنين وتبادل بين المواطنين. مع ارتفاع سعر الصرف بشكل سريع ترتفع أسعار السلع بالسرعة ذاتها. أصحاب المحال التجارية يشكون من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن بسبب عدم استقرار الدولار الذي يربك حركة التبضع. حركة مو بدقة من عم الشورجة جات العالم تجي تتونس بيها، مو تتسوق والله تتونس بيها، مو بقى الأجانب، كل الأجانب يجون يتونسوا بيها، كل العرب. بس السوق الشورجة عبارة على دمروا السوق دمار حجي. من الدولار قامت عاد قل البيع مالنا، الناس قامت تتخوف. قبل من كان الدولار 145 142 كان شغلنا زين، الامور ماشيه. من قامت عاد الدولار الشغل قل، شغل ماكو، كنا قاعدين لا شغل ولا عمل. معركة الدينار أمام الدولار تعود من جديد. 150 ألف دينار لكل 100 دولار يشعل فتيل غضب المواطنين الذي تسبب بركود حركة التبضع في الأسواق التجارية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش. أستاذ مصطفى مرحبا بحضرتك. أيضا عبر سكايب ممثل شركات الصرافة الأستاذ ضياء الطائي. أستاذ ضياء مرحبا بحضرتك. حياك الله عزيزي. أهلا بحضرتك. خلي أبدأ معك أستاذ مصطفى. تصاعد الحديث بالآونة الأخيرة عن إضراب محال الصرافة، شنو الأسباب الحقيقية أو شنو اللي تردوه بالضبط؟
استاذ ضياء اذا تسمعني. استاذ ضياء بس اعيد لي سؤالك بلا زحمه. اقول شنو اللي يحصل بالسوق؟ شنو اللي تردوه بالضبط؟ والحديث اليوم عن اضراب واجتماعات مع رئيس وزراء. حبيبي تحياتي لك وقناتك الكريمه وضيفك الكريم استاذ مصطفى العزيز. بالبدايه شركات الصرافه من اعلنت عن الاضراب يعني محتباطا. هناك يعني نقول جمله من القرارات اللي صدرت من البنك المركزي خلال سنه كامله تقريبا او اكثر كانت قرارات منفرده وغير صحيحة بالمرة. يعني تصور أنت ممكن يعني تتخذ قرار مصيري بحق شركات الصرافة دون إشراكه يعني قصري أو إجباري. هنا يعني صارت أكو فد سلطة أو نقول مثلا دكتاتورية عند البنك المركزي باتجاه شركات الصرافة حصرا يعني، وإلا هو المؤسسات الباقية ممكن يعني مرن وياها أكثر. مبدئيا بما أنه شركات الصرافة خلال سنة كاملة تم سلب جميع نشاطاتها، فمن المؤكد شركات الصرافة اليوم مؤسسات مالية مهمة بالشارع العراقي. ثقافة الزبون العراقي مع شركات الصرافة منتشرة، عددها أكثر، رأس مال حقيقي موجود، أي دعاملة حقيقية كبيرة. فإحنا اتجهنا لأن صار ماكو إذن صاغية تسمع هاي المؤسسة المهمة، لذلك اضطرينا وبوقت حرج، لأنه تعرف أنت حاليا هو الدولار وقت حرج الصراحة. نعم. أكو قرارات مفصلية يعني خلال الأسبوع القادم، يعني مو فقط موضوع الدولار المسافرين بالمطار، أنا ما عنده مشكلة دولار المسافرين إنه بالمطار وغير المطار، بس كانت إنه آلية مو مهنية. نعم. آلية مو صحيحة، يعني راح مردوتها سلبي 100%. أنا راح أقول يعني إحنا مشينا ويا القرار. أستاذ ضياء أريدك تلخص لي وتحدد لي أبرز مطالبكم بالتسلسل. مطالبنا إنه أولاً بعد أنا ما أتحمل الوثائق اللي تتقدم لي حتى لو كان المسافر بالمطار. أنا شنو اللي يثبت لي إنه آلية المطار آلية ما راح تخترق مستقبلاً؟ هم تخترق ويجي أبو الشركة رغم سلبياته يتحمل مسؤوليته. طلبنا إنه البنك المركزي بعمل منصة، طبعاً هي كان فكرتها سابقة يعني قبل أشهر، طينا مقترح منصة إلكترونية يمكن يقدم عليها الزبون والبنك المركزي هو وزع المسافرين، انه اذا كان انه البنك المركزي عنده اشكال بتوزيع الزبون الحقيقي او غير الحقيقي. هاي وحده. الشغله الثانيه اليوم اصدروا هم كتب اثنين للاسف تناولها الاعلام بشكل قوي بدون معرفه، والا هو ماشي اليوم ما كتب شيء جديد على فكره. يعني اليوم صدر كتابين ما كتب شيء جديد. يعرف استاذ مصطفى انه شنو اللي جاي يتكلم به، مجرد انه اكو قيود يعني خففت القيود على شركات الصرافة بموضوع التداول الدولار اللي خارج النافذة. يعني أكو واحدة من المطالب الأساسية أنه حصر البطاقات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني بيد شركات الصرافة، لكون هي أحق بي، أحق من المنافذ والمكاتب. نعم. البقية. إشراكنا بالقرار تشكيل فريق مشترك حسب كتاب اللي صدر العام من سيد رئيس الوزراء مبدئياً، و يعني اكو فد نشاط بعده يعني جي ما اقدر. جيد جيد جيد. استاذ ضياء اعود لحضرتك اذا تسمح لي، اجدد الترحيب بجنابك استاذ مصطفى. بدايه ما الذي يحدث يعني في السوق الموازي بين البنك المركزي ومحلات الصرافه؟ واثنين شلون تنظر لمطالب اصحاب الصيرفات؟ نعم بدايه رحلتك ورحب بالاخ استاذ ضياء الغالي ورحب بمشاهدي قناتكم الاعزاء. البنك المركزي العراقي لا يدرس السوق العراقيه، هسه ما يدرس السوق العراقية أو يتجاهل وضع السوق العراقية ويصدر قرارات. هاي القرارات تسبب لنا أزمات بالسوق. يعني مثلا بالمرحلة الأولى، الأزمة الأولى مالت الدولار، كانت عندنا متطلبات كثيرة، تجارة الذهب عالية، تجارة السكائر، تجارة ضخمة مع إيران وسوريا وغيرها. زين كان الواضح أن لازم تفكيك هاي التجارة حتى شنو تقدر تسيطر على السوق الموازي، أنت ما قمت تتغذيها. نعم. بنك المركزي العراقي لا اتجه الى اخراج قرار ماكو سوق موازي. من ماكو سوق موازي يعني كل الدولار عند المواطن، هذا ايش بيه؟ هذا الدولار غير رسمي. هجمت الاجهزه الامنيه على الصيرفات وعلى اي واحد يحمل الدولار، حتى محلات سيارات وغيره، واعتقالات وفد اشياء معيبه. يابا هل هذا الحل؟ بعدين الحكومه العراقيه تدخلت، لا حلت اليه الذهب. السيد رئيس الوزراء ذهب الى واشنطن، كانت مفاوضات جيده، وحلوا موضوع السكائر ضريبه من 140 الى 20%، السوق ايش بيه؟ استقر. نعم. زين استقر فتره. البنك المركزي العراقي يابا روح تفاوض ويا امريكا، قول لها عندي تجاره ويا ايران، عندي تجاره مع سوريا،
هذه دول المنطقة كلها نجحت بهذه العملية، كلها قاطبة تركيا وعمان كلهم عندهم تجارة ويا إيران حولوها رسمية، لا يعطون دولار ولا عملتهم، هذا يعطي ذهب، هذا يعطي تجارة، هذا يحول لهم بضاعة ومشت الأمور زين. معكم يقولون لأمريكا إحنا ما عندنا تجارة ويا إيران وسوريا، هاي بنك مركزي أمريكا تقول لهم صدق ما عندكم، لعد أنا ما أقدر أعطيكم أي كاش، لأن إذا أزم الكاش يتهرب لإيران وسوريا، ليش يكذب؟ وعليه من تكذب؟ بالنتيجة حقيقة البنك المركزي على صدر قرار قال أنا بعد الدولار ما أنطي للشركات الصرافة، أنطي فقط بالمطار. طبعا أنا أعتقد جزء كبير من الدولار اللي يسلم للشركات الصرافة ويذهب لتغذية السوق الموازي، وهذا مو خطأ. صح أكو هامش ربح، لكن أنا أقول لك إحنا عندنا طلب ما معالج، يعني يوم واحد يستورد من إيران يقول له ممنوع، زين وزارة التجارة تقول ممنوع، الحدود مفتوحة، فأكو تضارب بالدولة العراقية. بالنتيجة البنك المركزي العراقي تعامل بفوقية المرة الثانية، ولا استشار شركات الصرافة ولا النظام المالي ولا مؤسساتها المالية، راح صدر قرارات واحدة يوم 14/7، خوش يا بنجي وياك. ايش عندك انت بالمطار؟ عنده بمطار بغداد فقط، فقط اربع شركات وثلاث مصارف حكومية فقط. زين، لا مطار عندك مطار يعني الشمال، لا مطار البصرة، ماكو مطار النجف، ماكو. زين، هذين السبع شركات القاعدين، اربع صرافة وثلاثة مصارف، يفتحون رابط، الرابط اجزاء من الثانية ينسد، اجزاء والله من الثانية. زين دولة وين يقدرون يغطون شغل مال 1200 شركة صرافة؟ فالآلية الفنية اتفق تماما مع أستاذ ضياء، آلية فنية غير صحيحة، هذا واحد. اثنين، إذا أنت منعت الكاش الدولار عن السوق العراقية، تجارة إيران وسوريا وغيرها من الاحتياجات تحتاجها باليوم 50 مليون دولار، مين راح يجيبها مين راح تجي هاي التجارة؟ هنا راح يصير شحة بالسوق، يبدأ الدولار ايش قد راح يصير سعر الدولار؟ يبدأ يصعد. هنا هو مغامرة بعض العقول في البنك المركزي العراقي، بعض الأذكياء يقول لك مو أنا أكو احتمال من يصير 1600 مثلا 1700 يبدي يبطل من إيران، احنا عندنا دراسات إيران وسوريا بعض البضائع، نعم 1600 1700 يقول ما يستورد التاجر، بعضها 2000 يستورده، بعضها 3000 يستوردها. بالنتيجة أنت تغامر بسعر السوق الموازي على حساب شنو؟ عم يبطلوا كذب. روح أقول الأمريكا عندي تجارة وإيران وسوريا، هاي القوائم وإحنا مستعدين ندعم صناعتنا، مستعدين نغير بعض المصادر، البقية يشوفونا طونا حال طونا مهلة. إحنا أول دولة راح مفاوض من وزارة النفط والكهرباء نحكي عليهم، قل عليهم فاشلين في بعض الاتجاهات، حصلونا موافقة على موضوع الكهرباء والغاز، سمع اعتراضنا في بعض الاتجاهات، إحنا أول دولة أمريكا وافقتنا على موضوع محظور. بالنتيجة بعد تجربة مع البنك المركزي العراقي احنا نطالب السيد رئيس الوزراء بسحب يد البنك المركزي العراقي من المفاوضات الدوليه. البنك المركزي العراقي لما راح السيد رئيس الوزراء حكي اختلف. الامريكان قالوا لهم احنا مستعدين نسوي لكم تفاوض، مستعدين نعيد بعض المصارف، مستعدين للاندماج، تعالوا لنا 1/6 بلجنه. زين، انا اسال شنو المشكله اذا قالوا اي نعم عندنا تجاره وعندنا تبادل تجاري مع ايران، ما هو دول الخليج كلها اغلبها انه عندها تجاره مع ايران وبشكل علني. ماكو اي مشكله غير راي البنك المركزي العراقي اللي وراي غير سليم. لو يكذبون حتى عندهم اشياء ببالهم ما نعرفها، لو يكذبون حتى يذبون القطاع المصرفي لهاوية الامريكان، واحدة من ذن الاثنين ما تقبل خطأ. اما تقول لي مصلحة العراق بالكذب على امريكا اللي كاشفتك، هذا مو منطقية. امريكا قوية، عندها استخبارات، واضح الموقف، عندها سيطرة. شلون يبرر البنك المركزي هذه الخطوات؟ وايضا نتحدث عن اجتماع ما بين رئيس وزراء مع الممثلين عن اصحاب صرافة. واحنا صار لنا 3 سنين سنتين مرحلة الضبابية النقدية. احنا سابقا سياسة نقدية عندنا ضعيفة زين، لكن عندنا شفافية، يعني اكو نشرة تنعلن، اكو افصاح مالي، اكو تقارير واضحة، الخطوات انها فاشية لكن واضحة. صار لنا 3 سنين ضموا كل شيء، ضموا النشرة، ضموا القرارات، ما يحشون كل شيء، يسموها هاي الضبابية النقدية. طبعا هاي الدول اللي وقع اقتصادها لا سامح الله، لا سامح الله ايش هذا الحكي، كلها مرت بمرحلة الضبابية النقدية، ما يحشون الصدق، ما تفتهم منهم راس من رجلين. فهذول الجماعه بالبنك المركزي دخلونا بالضبابيه النقديه. اليوم احنا الدولار العراقي مزاد العمله نستلمه منايا من مبيعات النفط، نشيله ونعطيه الاردن، نشيله ونعطيه مصارف اردنيه. اليوم الاردن يحول لك ما يحول لك بكيفه، بالله هذا حكي، هذا منطق 50 مليون دولار انتوا تشيلوا، وين حيوصلكم؟ انا اطالب البنك المركزي العراقي بالصدق. اولا انا كمواطن ما يشرفني الكذب على امريكا، قول لهم يابا احنا عندنا تجاره مع ايران وسوريا، طول حلول البنك. انا اعتقد الامريكان راح يسوون مثل الامارات، اكو امور راح يقولون روحوا صنعوها، اكو امور طبعا العراق والدوله العراق كل شوي تقولها صنعوا زرع وزراع، كل شوي تقول الله يتهم خلي يحركون الصناعه شوي. انا سووا بالامارات، الامارات قالت اكو بضاعه تقدرين تصنعيها انت، واكو بضاعه تقدرين تستغني عنها، اكو بضاعه بدليها من غير دول،
لكن البضائع الغالية اللي تجي من إيران رخيصة وسوريا سمحوا لهم. رجع لي على هاي الجزئية، ليش كل شيء لا يقولوا لهم صنعوا؟ احنا جماعتنا ايه؟ التجارة بها أرباح عالية وبسرعة تنحط بالجيب، صناعة وزراعة وعمل ومدري شنو، هذا الموضوع يتطلب جهد وأموال وتنظيم، هذا حقيقة ما عدنا في نظرية بناء الدولة احنا هيك شو رأيك؟ جيد استاذ ضياء، شنو مخرجات الاجتماعات اللي حصلت بينكم وبين الجهات التنفيذية، وشنو أبرز نقاط الخلاف بينكم وبين البنك المركزي؟ لخص لي اياها استاذنا العزيز. اكو نقطة مهمة جدا، انه احنا تم اتصال بينا من خلال مستشارين رئاسة الوزراء. نعم. طلبوا الاجتماع، والا انا اكرر لو كان البنك المركزي وحده انه طلب من عندنا الاجتماع ما راح نجتمع وياه، لان احنا ما نلتقي، ما عندنا نقطة التقاء مع البنك المركزي الصراحة. زين. انا بالاجتماع وقلتها يعني، ما مثلا مو بس فقط اعلام. الموضوع ما بي انه البنك المركزي، انا اتوقع انه كل مؤسسة او كل وزارة عندها قسم يعني تخطيط استراتيجي مستقبلي، خصوصا البنك المركزي المفروض اكو عنده خطط مثل ألف وباء وجيم وخطة بديلة وخطة حقيقية وأساسية ورئيسية. البنك المركزي ماكو، يعني فقط بوقت الأزمة يلا يتعامل وياه. مع العلم البنك المركزي أكثر مؤسسة متعرضة للأزمات، لكون أنه دولار ودولار بيه مشاكل، فإحنا ما عدنا أي مخرجات الاجتماع عندي. شنو كانت؟ بشنو وعدوكم الحكومة لحل هذا الموضوع؟ طبعا شوف، احنا أنا متأكد 100% ما راح يستجيبون هذا الموضوع، بس احنا ضرابنا تريثنا بيه، أخليها بين قوسين، تريثنا بيه لشعار آخر بطلب حكومي قال احنا بوضع أزمة ومشاكل راح يسببوننا وانتم متهمين، فاحنا ردنا نفوت الفرصة على ما نقلها البنك المركزي. طبعا مع العلم البنك المركزي ناقل أشياء للحكومة العراقية عن شركات الصرافة، وكأنه المشاكل كلها من عند، للتوضيح يعني. شنو التأثير اللي راح تسوي على السوق في حال أضربته؟ شنو التأثير اللي راح يصير بالسوق في حال أعلنتوا إضرابكم ومضيتوا بهذا الأمر؟ يا عزيز، الوسيط الوحيد اللي يتعامل مع زبون عراقي هو أنا. يعني ماكو أعتقد زبون عراقي يروح المصرف ويروح يصرف وتداول وهذا، أكيد هو بشركة صيرفة. مع العلم هي شركة صيرفة، أنا أشوفها لو ماكو تطوير لها أو نشاطات جديدة راح تكون رصاصة الرحمة عليها يوم 14 سنة الصراحة، وهاي عساها بحظهم وبختهم يعني، لأن هاي أرزاق عالم، والبنك المركزي ما اعرف شنو مشكلته، بس مجرد اتحداهم انه على قولت استاذ مصطفى ما يطون نشره استاذ مصطفى، انه مصرفين جاي يشتغلون ياخذون يوميا 250 مليون دولار، شنو يشرونه الاعلام؟ ما مستحيل ينشره، فما عنده اي خطه للمؤسسات الماليه. او هسه اثنين محاربات، شركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافه، اثنين هذول المؤسستين محاربات من قبل البنك المركزي، السبب ما تعرف، وهمي. المهم انه هو يحمي نفسه، ما اعرف مؤسسه المفروض تحمي المؤسسات الفرعيه، لا هو يحمي نفسه فقط. يعني حتى بهذا الموضوع المطار عندي معلومه انه البنك المركزي طرحها على البنك الفيدرالي خلال الفترات السابقه، يعني مو البنك الفيدرالي اللي جبر البنك المركزي، هاي معلومه يعني انا وصلت تقريبا حقيقيه ومؤكده. هسه خلى نفسه بزاويه محرجه صراحه، لانه تعرف التداول الداخلي مو شرط انه فقط التلاعب اللي عند، اكو بعض الشركات فيها تلاعب، انا ما اقول لك انه عمل الشركات كله سليم، لا مستحيل، بس اكو فت قضيه مهمه، مو جميع المسافرين يحتاج الى 3000 دولار، مرات المسافر ياخذ 3000 دولار، ياخذ 1000 وال500 والباقي يبيعه في تداول داخلي، هسه صعب انه بداخل المطار انت تاخذ من عند النقدي الكاش وتتداول به، راح يكون اكو صعوبه، يعني البنك المركزي انت لكن استاذ ضياء، استاذ ضياء، لكن ايضا 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 بشركات الصرافه صار نسبه الفساد، وصار الموضوع بدون مليح، المسافر الوهمي وغيرها، والجوازات الاستنساخ، والكثير من الامور موجوده اخي عزيز، موجوده. بس انت تعرف شنو؟ عندنا 1,200,000 معامله، عندنا 1500 خطا بها، 1500 بقياس ب 1,200,000 معامله لا شيء يا اخي عزيز. اكو فت قضيه كلش مهمه، احنا 5% 3% لا 5% الدولار اللي تداول بداخل الشركات، 95% ترى للمصارف. يعني هسه انت مشكلتك بال 5% فرضا ال 5% كلها سلبيه، ما جاي توصل للمستحق الحقيقي، ال 95 هي السبب لو 95% السبب.
لا من يقول 5% يجوز البعض يشوفها يقراها بغير نسبه. زين خلي انتقل الاستاذ مصطفى. البعض يقول لك يا بكون صارت تجار من موضوع التصريف وفرق العمله وغيرها والجوازات اللي يشتروها من المواطن، ويروح المواطن قاعد ببيته مجرد تاخذ جوازه تنطي نسبه والباقي بجيبك. وحتى الشركات اللي شفناها قامت تاخذ سفرات مجانيه تجيب جوازك وتعال. طبعا موضوع الدولار الكاش خلي يفهمها البنك المركزي مو يفهمها المواطن. الكاش من حق الداخل، احنا عملتنا بشنو معادله؟ عندهم ذهب وعندهم دولار، حتى الدولار جزء كاش وسندات. نعم. فهم يصدرون عمله على اساس هاي العدم شو اسمه. فانا كمواطن اذا احتاج الدولار باي شكل ممكن، اشتري سياره ممكن، استورد لي حاجه، اذا اضمه في بعض الاحيان. نعم. اذا غرض معين عندي اقساط دراسيه مثلا بالخارج، من حقي احصل على الدولار وبالسعر الرسمي. هذا الموضوع البنك المركزي العراقي ما مطبقه بالداخل، حاصره بمسافر لدول محدده. زين، ودول اخرى كثيره مثل ايران، مثل لبنان، مثل سوريا، مثل كثير ما يستلمه. زين، هذا يسافر ولا ما يسافر؟ حاصره بدول محدده وما ضابط موضوعه وطريقه بيعه. اولا مزعجه، ما ينضبط. ليش ما ينضبط؟ اثنين فسادها نسبه كبيره. هو ما ينضبط لان هو مو الهدف المسافر من عنده. انا اقول لك بصراحه، من الهدف؟ هدف من عنده 50 مليون دولار باليوم تجاره، ايران وسوريا وغيرها وغيرها، حتى ماكو تغطيه لهم. هذا التاجر يشوف نفسه ربحان، تجاره رخيصه هاي. فشي يسوي؟ يقول لك اشتري بيش عمي 1400 اشتري 1500 اشتري. ليش يشتري؟ ليش يقول لك باريد اخوب؟ لان اكو تجاره مربحه بالعمليه. فالبنك المركزي العراقي انا مع انه يروح يحل مشكله ايران وسوريا. الحل المناسب بدقيقه واحده، الوقت داهمنا، نروح لامريكا. زين، طبعا البنك المركزي العراقي انا انصح بسحب يده من المفاوضات، يبقى منهم واحد بس او اثنين، سرك ولجنة من قطاعات المختلفة، مصارف، صيرفات، بنك مركزي، الدولة، الحكومة. زين، يروحون يفاوضون الأمريكان بلغة حقيقية، يا بعدنا تجارة مع إيران وسوريا ب 12.5 مليار دولار، هاي القوائم الحقيقية نريد تغطية إلها. الأمريكان راح يعطوهم خطة، هاي غيروها، هاي صنعوها، هاي مشيوا، تمشي الأمور وماكو أي مشكلة ويا العراق. المشكلة هي مع دول أخرى، لكن إحنا الكذب مالتنا دخلنا بهذا الحل. ما سويتوا هذا الحل، ظليتوا تمشون ويا أمريكا بلعبة. انتوا رايحين الى القضاء اذا مو قضاء. واحنا نعم. نحكي اليوم اعتقد الموضوع انتهى، ان اليوم الدولار ما يسلم للعراق، يسلم للمصارف الاردنيه. لكن خلينا نقول لكم امل يا جماعه، روحوا جيبوا لنا موافقه على تجاره ايران. ما جبتوا موافقه قال لكم ممنوع. انا مع نظريه نطلع لنا 12 13 تريليون دينار عراقي ندعم صناعه وزراعه ونمنع التجاره من ايران وسوريا، شنو رايك؟ مع رغم قريبه، لكن كل شيء ولا تحطنا امريكا بمخانه عقوبات، وباكر العقبه ما تعطينا دولار وتنتهي وضعيتنا. انا مع، اما نحل مشكله ايران وسوريا ويصير دولار عبر منصه معينه. نعم. او نمنع التجاره من ايران وسوريا مقابل عندنا صناعه وزراعه هنا، دعموا صناعه البنك المركزي للمفارقه. هاي سالفه، هاي سالفه، قال سنتين هو مو يقول لي انا ما عندي تجاره ويا ايران وسوريا، بطل ما يعطي اصلا قروض، كان يعطي مبادرات، قال ما انطي بعد. زين، حتى كذي بيحتاج، ترى يحتاج مفردات. قول لامريكا ترى انا دادعم الصناعه والزراعه، هاي مبادرات غير. هو نعم. اصلا يقول لامريكا نعم. ما عندي تجاره ومنع المبادرات. تجاوزنا على الوقت استاذ مصطفى. الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، شكرا جزيلا لجنابك. وعبر سكايب ممثل شركات الصرافه الاستاذ ضياء الطائي، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز الاخبار. السوداني يوجه بإنشاء منصة التقاعد الموحدة وتنويع استثمارات صندوق التقاعد. رئيس الجمهورية يؤكد لفريق يونايتد أهمية التحقيق في جرائم الإبادة إبان حكم النظام السابق. وزير العمل يعلن موافقة رئيس الوزراء على شمول وجبة من ذوي الإعاقة ومرضى السكر بالرعاية الاجتماعية. مجلس محافظة بغداد يحدد يوم غد الخميس موعدا لإطلاق استمارة لتقييم عمل مدراء الدوائر الخدمية. النزاهة تضبط 8 متهمين حاولوا إدخال مواد غذائية دون شهادة صحية في منفذ المنذرية. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.